من كنا بالقاعده مالت سبايكر كانوا اكو علينا ضباط يوم، يعني انا بالمناسبه استاذ الجيش كله 12 يوم بي، يعني مو خبره، مو قديم بالجيش العراقي. نعم. هذني التسعة أيام من ال 12 يوم كان تدريب جدا راقي وأكل وكل مستلزمات الجنود. بعد 3 أيام بدينا نلاحظ أنه الضباط بدأوا يقلون داخل المعسكر، يعني حقيقة يعني أنا بنفسي أنه لقيت رتبة الضابط، وكانت الرتبة رتبة طبعا رتبة مو عالية جدا، رتبة نقيب. أوضح لكم الفكرة جناب الأخوان طيبين، لنفرض أنه هاي مدرسة وتركها المعلمين والأساتذة مالتها، فتكون فوضى جدا، فصارت عندنا فوضى جدا عارمة، يعني أنه رحنا للمخازن طقينا المخازن وطلعنا الأسلحة، طبعا كانت أرقى الأسلحة متواجدة بالمعسكر. اما انه استاذ تحكي عن خيانه، فحقيقه انا ما عندي علم بهالموضوع، بس انا عندي علم انه اغلب الضباط او نقول نص الضباط انه عافوا المعسكر. أخ علي، هذا اللي تتحدث به نص ضباط عافوا المكان، هذا قبل ان تقع المجزره بكم يوم؟ قبل ان تقع المجزره بثلاث ايام. زين، انتم مكان اكو امر، الامر كان موجود؟ حقيقة استاذ احنا اكو ضباط يعني بقوا موجودين داخل المعسكر، واتذكر انه كان ضابط من اهالي البصرة برتبة عميد ركن، قال لنا لا تطلعون. بعض ضباطهم كانوا اكو موجودين قالوا لنا لا تطلعون، اذا طلعتوا انه يذبحوكم الدواعش. لكن تعرف يعني احنا بعدنا يعني نقول انه اغلبيه جدد وابو شهرين وابو شهر وابو ثلاث اشهر، قليل بينا نسبه قدماء، فتنقصنا الخبره وقله الضباط وقله المدربين اللي علينا، جعل عندنا حافز كبير انه نخرج خارج المعسكر.